السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى، دي قناة عيش السفر. الفيديو دوت تكملة اليوم الاول اللي قضيناه في المالديف بعد ما وصلنا الفندق بتاعنا. شوف البرومو ونكمل مع بعض. وده الفندق اللي نزلنا فيه اول مره في المالديف. الفندق اسمه ايكون مارينا سي فيو. زي ما انتم شايفين الفندق لذيذ، صغير، ما فيهوش فاسيلتيز كتير زي ما انتم شايفين، بس هو في دوت المطعم بتاعه الاخضر في كل مكان. المطعم الريسبشن بتاعه اللي قدام حضراتكم دوت صغير مش كبير، وتقريبا 4-5 ادوار بالكتير. الاوتيل دوت مش رخيص ومش غالي، يعني هو بيتكلم مثلا في حدود 70-80 دولار في الليلة. انا قعدت فيه يومين بس، وان شاء الله هتشوفوا التفاصيل بتاعته وتفاصيل بقية الفنادق التانية في الفيديوهات الجاية. ده الغرفة بتاعته، اسمه ايكون مارينا سي فيو. الفندق لحد ما نضيف مش وحش، مش شفناش فيه حاجة مش تمام لحد ما على المستوى وعلى السعر اللي دفعناه المستوى بتاعه كويس. ده بلسم ولوشن برضو موجود فيه. انا ما حجزتش الفندق ده غير عشان سبب واحد، الا وهو الفيو بتاعه. هتشوفي دلوقتي الفيو بتاعه. الفيو بتاعه خطير جدا جدا، وده اللي حببني ان انا اخد الفندق ده. وبس حجزت فيه يومين بس، بحيث ان انا اقدر اروح اماكن تانية واقدر اروح فنادق تانية اشوف فيو مختلف، اشوف فاسيلتيز اكتر كده. ده الفيو اللي انتوا هتشوفوه ان شاء الله لما تحجزوا في الفندق ده. حاولوا لما تحجزوا تطلبوا ان انتوا تكونوا في الادوار العليا، يعني الدور الثالث والدور الرابع، بحيث ان انتوا تقدروا تشوفوا الفيو دوت. انا حجزت الفندق دوت من على booking.com. زي ما انا قلت لكم الفندق في حدود 70-80 دولار في الليل، وده من احلى الحاجات اللي ممكن تشوفها في الفندق، ان هو دوت البغبغانات دي بتبقى قدامه على طول زي ما انتم شايفين. الفندق اللي ورا دوت والبغبغانات دي تبع الفندق نفسه، فتقدروا تصوروا معاها، تقدروا تسمعوا صوتها طول اليوم، صوتها مزعج الصراحه.
وده الفيو الجميل اللي من اللي كان من ال من الاوتيل ومن الغرفة اللي انا اخدت فيها. طبعا الغروب منظره تحفة، ده افضل فيو للغروب حضرته في المالديف كان من الفندق دوت. الفندق ده الفاسيلتيز فيه مش عالية، بس الفندق الفيو بتاعه تحفة. فانا لو انتوا حابين فيو، حابين تقعدوا في فندق ممكن تكونوا انتوا لوحدكم فيه، الدنيا هادية كده، الفندق ده هيبقى كويس لكم ان شاء الله. طبعا اليوم الاولاني ما فيهوش حاجات كتير، بس خرجنا ناكل دلوقتي. طلبنا زي سوب، وطلبنا اللي انتوا شايفينه دوت فرايد رايس، وطلبنا تقريبا فراخ مشوية. الوجبة في حدود بتعمل في حدود $10 مثلا. وتمشينا شوية وصلنا عند فندق اسمه أرينا. الفندق ده هنقعد فيه ان شاء الله، وفي كان بيتش برضو قعدنا فيه برضو يومين. كل الفنادق دي هصورها لكم بالتفصيل عشان تقدروا تقارنوا وتقدروا تشوفوا اللي انتوا حابينه. دوت النايت لايف في المالديف ما فيهاش مش نايت لايف زي نايت لايف اللي متعودين عليها، بس بيبقى في فاير شو، بيبقى في حاجات كتير. ده لما نمنا بقى وصحينا، ده تاني يوم لنا في الاوتيل دوت. فهناخد الفطار بتاعنا ونبدأ نتحرك شوية في الجزيرة بالنهار. دوت زي ما انا قلت دوت الريستورانت اللي موجود في الفندق، وده الفطار دلوقتي. الفطار بيجي لنا، طبعا الفطار مش اوبن بوفيه لان الناس مش كتير في الفندق، فاستحالة هيعملوا اوبن بوفيه. على مثلا في الفترة اللي انا كنت فيها كان بس مثلا ممكن يكونوا 20-30 في الفندق كله. فده الفطار الى حد ما الفطار مقبول يعني، بس كنت اتوقع يبقى اعلى من كده شوية. مش وحش ومش حلو قوي يعني. ده خلاص ده يعني مثلا ده دي الجزيرة معظمها في الشط دوت. الجزيرة مش كبيرة، ممكن 10 دقايق ربع ساعة تلفها كاملة. دلوقتي احنا رايحين من الفندق اللي احنا كنا فيه اسمه ايكوم سي فيو. دلوقتي ده كاني، وبعد كده ارينا سي فيو برضو، وده البيتش اللي قدامهم. البيتش طبعا زي ما انتم شايفين تحفة تحفة تحفة، وده بابليك لكل الناس، سواء ان انت كنت ساكن في الفندق ارينا او ساكن في كاني، هو قدامهم فعلا. بس اي لو انت ساكن في اي مكان عندي على الجزيرة ممكن تنزله عادي، ما فيش مشكلة. وممكن برضو تستخدم الكراسي والشيزلونج اللي موجود هناك، ما فيش اي مشكلة. ده ارينا وده كاني برضو، انصحكم بيهم يعني، خاصة ارينا. فانت هتشوفوا ليه بعدين ان شاء الله لو حابين تقعدوا في اي فندق هناك. وزي ما قلت لكم ان البيتش او الفاسيليتيز اللي زي المرجحة دي ممكن تستخدموها حتى لو انتم مش موجودين في الفنادق اللي بتطل على البيتش دوت. الجزيرة جزيرة مفوشي اتس بابليك يعني لكل الناس، ومش شرط ان انت تكون قاعد في فندق معين عشان تستخدم الحاجات دي. دلوقتي احنا رجعنا الغرفة بتاعتنا ويومنا يعتبر خلص، لان هننام ونصحى الصبح عندنا حاجات كتير نعملها ان شاء الله. في فيديوهات جاية كتير هتعجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك للقناة عشان تشوفوا كل الجديد. شكرا.